استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر صغير أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد لحضور سباق القدرة الذي أقيم على كأس جلالة الملك المفدى لمسافة 160 كيلومتر والذي نظمه الاتحاد الملكي للبحريني للفروسية وسباقات القدرة برعاية مجموعة GFH المالية وذلك بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، حيث شارك فيه نخبة من فرسان مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وثيقة وتاريخية، كما أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لحضوره سباق القدرة والذي يؤكد حرص سموه على هذه الرياضة العربية الأصيلة. وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا سموه بدور مملكة البحرين وباهتمامها بسباق القدرة، متمنيا سموه للجميع دوم التقدم والنجاح. هذا وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أرض الوطن أمس.